لما تحطوا واحد مجرم قتل قتلة وبيقتل الأطفال ده مش صح في بلدنا. هذا الرجل المصري الذي عرف طعم الحرية بعد خلع رئيسه مع أول قطرة دماء سالت في مصر لم يستطع أن يقف مكتوف اليدين وهو يشاهد بحر الدماء يسفك في سوريا، فتوجه إلى مكتب خطوط الطيران السورية في مصر، دخل بهدوء وقد حدد الهدف، ثم اندفع بشكل مفاجئ كي ينزع صورة بشار الأسد من على حائط المكتب وسط ذهول موظفيه. مشهد تكرر في عدة مدن عربية وغربية، فأبناء سوريا بمدينة الخبر في السعودية لم يتحملوا بدورهم رؤية صورة الأسد كلما مروا على مكتب خطوط الطيران السورية بعد كل هذا القتل والتنكيل بأبناء بلدهم، فما كان منهم إلا أن توجهوا إلى المكتب وقاموا بتمزيق صورة بشار الأسد وهم يرددون بحرقة في جدة. أيضاً لم يرتض السوريون بأن تتصدر واجهة مكتب خطوط الطيران السورية صورة رئيس حلل لنفسه أن يشرب نخب كأس ملأه من دماء السوريين، فقاموا بنزعها من على حائط المكتب بشكل مباغت مع صورة الأسد الأب. لو سمحت معلش تلفون على راسه، يعني نحن على سوريا من النهاية، هن بيروحوا نحن بنضل. أكيد أكيد إحنا بدنا نشيله هلا، معناته شلناه إحنا بس بدنا نشيل الصورة. خبر الشرطة. إسطنبول هي الأخرى لم يقبل سكانها من السوريين إلا أن يشاركوا في ثورة الأحرار بأي شكل من أشكال الاحتجاج، فتوجهوا أيضاً إلى مكتب خطوط الطيران السورية في المدينة، وبعد سجال وجدال مع موظفي المكتب لم يخرجوا إلا وصورة الأسد خارج المكان. في لندن دخل هذا الشاب السوري مكتب الخطوط الجوية السورية هناك بهدوء لا يثير الريبة أبداً، ثم قام بنزع صورة الأسد من على جدار المكتب وكأنه يستعيد غرضاً يخصه، قبل أن ينتبه رجل الأمن لذلك فيهرع خلفه محاولاً استعادتها. وفي مشهد طريف توجه أحد الشباب السوريين إلى مقر السفارة السورية بلندن وقام بوضع الطماطم على السور ودرج المبنى على مرأى من رجال الشرطة وهو يشرح لهم سبب ذلك دون أن يتعرض له أحد. مبادرة على بساطتها فإن أثرها النفسي عميق ومدلولها الاحتجاجي واضح أمام العالم. لقد كسر السوريون في الخارج كل حواجز الصمت والخوف وراحوا يبتكرون وسائل للتعبير عن الغضب والإدانة، غضب لا يشعر به إلا السوري الحر الذي سلبت منه كرامته وإنسانيته طيلة 4 عقود. صورة حرقت ومزقت كان مجرد إطالة النظر إليها من المحرمات، أصبح تمزيقها بسواعد الأحرار معبراً للخلاص.